بيزي سابقا. اوليفيه مرحبا بك. مرحبا، شكرا لكم. اوليفيه، لو تحدثنا على الترشح الصعب بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان، وطبعا تتواصل متاعب البيزي في نهايه الموسم، يعني نلاحظ ان النتائج غير منتظمه دائما، يعني في تشامبيونز ليج البيزي يفوز لكن لا يقنع ويقبل عديد الاهداف، ولا وفي بعض الاحيان يكون متقدم بخمسه وسته اهداف لكنه يفوز بصعوبه كبيره. كيف تفسر هذه الظاهره، وكيف تحكم على ترشح البيزي الذي ربما تعدى خطوه هامه بالنسبه لكاس فرنسا لكره اليد؟ حسنا، من الواضح أن كل الخبراء والمختصين كانوا يتساءلون حول باريس سان جيرمان وفريقه منذ بداية الموسم. كنا جميعنا قد رأينا الموسم الممتاز بالنسبة للسنة الأولى للباريس سان جيرمان، أي الموسم الماضي، ولكن كنا قلقين بعض الشيء بالنسبة لانتدابات هذا الموسم. كان هناك اللاعبون ذو ميزة هجومية قوية جدا، نجوم من كرة اليد العالمية، ولكن كنا نتساءل كذلك بالنسبة للانتدابات الدفاعية للباريس سان جيرمان. لم نكن نعرف الاستراتيجية في تلك الفترة بالنسبة للمدرب والمدير الرياضي للباريس سان جيرمان، وكنا ننتظر النتائج، وتفطنا مبكرا بأن الفريق فريق الباريس سان جيرمان حاليا لديه دفاع ضعيف، ربما 13 أو 12 دفاع بالنسبة للدوري الفرنسي، أي أن هذا مستوى ضعيف جدا وغير كاف وغير مقبول بالمرة لهذا النادي الكبير. ولكن مقارنة بذلك هجوم يبقى قويا وضاربا. من الواضح أننا لم ننتظر أن يكون باريس سان جيرمان يعيش موسما صعبا لهذه الدرجة، وأن يكون هناك منافسة لباريس سان جيرمان حتى من فرق أضعف كثيرا على الورق من باريس سان جيرمان. ولكن انظروا حاليا، الدوري لم يعد يعتمد على باريس سان جيرمان، وبالتأكيد غير ما حصل مع دنكيرك. ودعونا لا ننسى كذلك ان باريس سان جيرمان متعادل مع مونبلييه، الفريق الذي يصعد بقوه حاليا في نهايه الموسم، ولكن كل شيء ممكن، ولكن الامر لا يعتمد على باريس سان جيرمان نفسه كي يفوز بهذا الدوري. بالنسبه لدوري ابطال اوروبا تقريبا نفس الاستنتاجات نصل اليها، ولكن باريس سان جيرمان يبقى مترشحا لربع النهائي، لكن من جهه اخرى سيواجهون فريق فيش بريم، ونحن نقول لبعضنا بالتأكيد أن الأمر سيكون أسهل من مواجهة كيل أو برشلونة، ولكن فيش بريم اليوم يعتبر من أقوى النوادي الموجودين في أوروبا في كرة اليد، وسيكون اختبارا حقيقيا للباريس سان جيرمان. لسوء حظهم باريس سان جيرمان سيواجه فيش بريم خارج في الخارج، ونحن نعرف أن في هنغاريا بالتأكيد ستكون الأجواء النارية منتظرة لفريق فيليب غاردون وميكائيل هانسن، لذلك سيكون عليهم في مباراة الأولى تسجيل الكثير من الأهداف كي لا يواجهوا مشاكل حتى في تنقلهم في دوري أبطال أوروبا. الباريس سان جيرمان لا يزال لديه إمكانية الفوز ببعض المنافسات سواء كان أوروبيا أو محليا في فرنسا، ولكننا قلقون حقا بالنسبة لهذا الفريق وحالته الدفاعية، رغم بعض المستويات الجيدة والمشجعة ضد نانت مؤخرا، ولكن سنراقبهم من قرب ونرى ما سيحصل مع هذا الفريق في المباريات القادمة، ولكن نبقى قلقين للمستقبل والنتائج في المنافسات. طبعا اوليفيه، نتحدث معك على مشكل البي اس جي الاول هو الدفاع، يعني كل مباراه يتحدث غاردون بعد كل مقابله يقول المشكل دائما موجود على مستوى الدفاع، لكن الوقت يمر والمشكل دائما موجود ودائما يجد الحل عن طريق الفرديات، اما ميكيل هانسن في نهايه المقابله او لوكا بالو. كم سيبقى ميكيل هانسن هو الذي يتحمل اعباء المباراه او لوكا بالو في نهايه المقابله؟ نلاحظ ان البي اس جي له مشكل على مستوى الاداء الجماعي، وهناك في بعض الاحيان اداء فردي اكثر منه جماعي. نعم، هذا أمر صحيح، لأنه في النهاية هجوم الباريس سان جيرمان يبقى دائما هو القوة الضاربة لهذا الفريق، ولكن كل لاعب الباريس سان جيرمان كما ذكرتم وتفضلتم منذ حين من مستوى الفردي لميكائيل هانسن ولوك أبالو. والمشكلة تبقى أنه عندما يكون الباريس سان جيرمان مواجها لفريق يكون دفاعيا متماسكا مع حارس الفريق الخصم قد يصنع الفارق، فإنه عندها ضعف الدفاع يضع الباريس سان جيرمان في موقف حرج ضد أي فريق ممكن مهما كان مستواها. لذلك لا أظن أنها مشاكل يمكن حلها كما ذكرتم في نهاية الموسم، سيكون علينا التعامل معها حاليا وبداية التفكير كذلك في انتداب
التدريبات العام المقبل لتحسين هذا الوضع، وربما التفكير في ترك بعض اللاعبين يغادرون، وأنا أقول ذلك بكل صراحة وشفافية، مثل جاكوب غويون الذي يعتبر خيبة أمل كبيرة جدا، إيغور فوري كذلك الذي هو دفاعيا خيبة أمل، وكذلك ربما الاهتمام بانتداب بعض اللاعبين ذو مستويات أفضل وأكثر صبغة دفاعية، لأن باريس سان جيرمان اليوم لا يمتلك مثل النوادي الكبرى كفيش بريم كيل وبرشلونة، لا يحصلون على لاعب دفاعي قوي لكي يتمكنوا من جرأة نسق المنافسات ويسعدوا بالكرة والانتقال من الدفاع للهجوم، مما يصنع قوة الفرق مثل كيل الذي يسجل ثلث أهداف إثر هجمات مرتدة. باريس سان جيرمان مع دفاعها الحالي لا يمكن أن يكون في المستوى العالي ويحقق ذلك. طبعا ما زال الدوري الفرنسي لم يبح بأسراره بعد، هل نستطيع أن نقول أن لقب الدوري بدأ يهرب على فريق باريس سان جيرمان ومصيره أصبح بعيد على يديه، لأن فريق دنكيرك يتصدر وفريق البي جي سيذهب لمونبولي، وأيضا مونبولي سيلعب ضد فريق دنكيرك؟ نعم، دون أدنى شك بالتأكيد هي لعبة ثلاثية نوعا ما، دنكيرك في الصدارة، دنكيرك بالتأكيد إذا ما قاموا بخطوة خاطئة في المباريات القادمة، نعرف أنه لا يزال لديهم مباراة ضد مونبولي، هم بالتأكيد الذين نوعا ما لديهم أسهل مباريات، ولكن مونبولي سيواجه دنكيرك والباريس سان جيرمان، إذا ما كان مونبولي قد فاز في مباراته ضد الباريس سان جيرمان فعندها مونبولي الذي سيكون في أفضل وضع ربما للحصول على لقب ضد نادي دنكيرك. شكرا لك أوليفي جيرو على هذه الإيضاحات الفنية. أيضا فلادو شولا يحييك من هنا، الحارس الدولي السابق لمنتخب كرواتيا، طبعا كنت التقيت معه في عدد المناسبات الكبرى. شكرا أوليفي. فلادو، في كلمة، بي اس جي هذا الموسم يلعب الكل في الكل، وربما يخسر لقب الدوري في الأمتار الأخيرة ويلعب طبعا في تشامبيونز ليج، كيف سترى نهاية الموسم بالنسبة لباريس سان جيرمان؟ حسنا، أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا لهم أن يفوزوا بشيء في هذا الموسم، لأنهم يلعبون في دوري أبطال أوروبا ضد فيسبرين الذي هو فريق قوي جدا، وأوليفي قال ذلك بكل وضوح. وثانيا، لقد خسروا تقريبا كل شيء في الدوري المحلي، لقد بدأوا بالتأكيد كالمفضلين وخسروا ذلك الموقف، والآن هم ليسوا في أمان بالمرة، لم يحققوا ما كان مطلوبا منهم وما كان متوقعا منهم، الجميع ظن أنهم سيكونون جيدين ولكنهم خسروا الكثير من النقاط، وهذا فريق جيد مع أسامي كبيرة ولكن أظن دون استراتيجية للمستقبل حقا، هم فقط يأتون بلاعبين كبار ولكن دون خطة واضحة للمستقبل. شكرا لك فلادو على هذه الصراحة الكبيرة. طبعا نعود للملف الكبير.